اهلا بحضراتكم مره تانية. تعالوا نشوف ايه اللي اتقال على الاهلي في السوشيال ميديا بعد المباراه، ونبتدي بحساب في الجول على فيسبوك. وهنا بيتكلموا في شق تاني خالص بخلاف المباراه اللي امس، وبيتكلموا على موضوع المدرب والمدير الفني الجديد للنادي الاهلي. وهنا يعني من خلال معلوماتهم هم ازاي بيفكر النادي الاهلي في ملف المدير الفني، قالوا ان الاهلي مش متعجل اطلاقا، يعني قالوا رايهم او قالوا الوضع من وجهه نظرهم طبقا لمعلوماتهم في 4 نقاط. الاهلي لن يتعجل في الاعلان عن اسم مديره الفني الجديد، وارد. الاهلي لديه ثقه في سامي قمصان وفي قدراته على اجتياز المرحله الحاليه، وبالتالي لن يتعجل في تعيين المدرب، وارد. الاجراءات كثيره في المفاوضات، وهناك مدربين لديهم عروض من فرق اخرى ويفاضلون بينها، ده حقيقي. الأهلي مصمم على التعاقد مع اسم تدريبي كبير وليس مجرد إحضار مدرب، ده منطقي. ففي كل الأحوال الناس بتجتهد، ناس تجتهد. وارد يتم الإعلان في أي وقت، أنا ما عنديش معلومة موعد الإعلان إمتى، اللي وصلوا ليه في المفاوضات وكلام من ده. وتاني هقولها، دي حاجة تحسب لإدارة الأهلي، إن الناس مش عارفة أنت هتجيبوا مين يا جماعة، أنتوا تواصلتوا مع مين يا جماعة. هتلاقي أسماء كتير جدا بتطرح كالعادة، وهوب هتتفاجئ بمدرب ما فكرتش فيه. وارد، انا بقول وارد يعني. فهنشوف، نسيب الناس تشتغل والناس تختار صح، ولازم يبقى في تريث في الاختيار عشان تختار المدير الفني الانسب يعني. فهم اضرب كل شيء، نتمنى لهم يا رب التوفيق في قراراتهم. اليوم السابع بيتكلموا على ان لجنه التخطيط في الاهلي توصي بعوده كهربا للقلعه الحمراء بعد رحيل موسيماني. خلاص، هو كهربا موجود في الاهلي من الموسم الجديد، موجود بعد انتهاء اعارته في تركيا، والمدير الفني الجديد هيكون ايضا موجود، وهو اللي يقدر يختار مين يكمل مين ما يكملش، لو تابع التدريبات او ممكن يستنى كمان، مش هيختار على طول، ممكن يستنى ليناير ويبص على المجموعه اللي موجوده اصلا اوريدي، وهيطلع على تقارير لجنه التخطيط وتقارير المدير الفني السابق وكلام من ده، وفي الاخر ياخد قراراته. لكن انا اللي عايز اكد عليه ان كهربا لعيب كبير كده كده، لعيب مميز جدا واضافه طبعا للاهلي، لكن في نفس الوقت كهربا محتاج شغل كبير جدا، شغل كبير جدا عشان يعوض اللي فاته مع الفرقه. احنا كهربا لما جه الاهلي كنا متوقعين ان احنا يعني هنستفاد من كهربا بشكل مميز، وده كان المفروض يحصل. لكن ممكن كهربا في بعض الفترات اثر في حق نفسه، في بعض الفترات المدرب السابق ما ساعدوش، ده فعلا حصل. لكن الفتره اللي جايه كهربا محتاج شغل وعمل شاق عشان باذن الله يكون عنده ثقة جماهير الأهلي، وأنا واثق في كهربا جدا وفي شخصيته وفي قدراته الفنية، لو لعيب جامد قوي قوي يعني. فإن شاء الله نتمنى له يا رب كل التوفيق يعني، وهو المكان ده أصلا إحنا محتاجين فيه لعيبة بإمكانيات كهربا. الوطن الرياضي حسام على فيسبوك بيقولوا ثلاثي فيوتشر على رادار الأهلي وخليفة موسيماني يحسم الصفقات. هنا بيتكلموا على 3 من اللعيبة المميزة قوي، ده طبقا للوطن يعني. يعني في محمد رضا بوبو، ده من أفضل لعيبة بصراحة في نص الملعب في مصر، حتة لعيب جامد جدا. واحمد رفعت طبعا مش محتاج ان احنا نتكلم عنه، ولعيب مميز طبعا. واحمد عاطف هنا في الخبر بيقول لك ان الاهلي مهتم بالثلاثه دول وبيتابعهم، وهيتفاوض مع اداره فيوتشر في نهايه الموسم. انا بقول لحضراتكم ان الموضوع هيبقى فيه صعوبه حتى لو الاهلي بيرغب في كده. اتمنى انه يجوا طبعا ثلاث لعيبه تقال قوي وهيفرقوا معانا، لكن في نفس الوقت فيوتشر اعتقد خلاص وصلوا كونفدراليه، نسبه كبيره هيبقوا عايزين يحافظوا على بيتهم، بل بالعكس كمان بيدعموا، شفنا جابوا مهند لاشين، فمش هيبقى الموضوع سهل لو في مفاوضات يعني. بس ده اجتهاد برضو من الوطن سبورت. وحساب كمان سبورت 360 على تويتر قال ان صلاح محسن مع الاهلي بجميع البطولات 17 هدف و11 هدف كبديل من ال 17، فهو البديل الذهبي. لعيب كويس صلاح محسن، وبرضو شويه تركيز، احنا عندنا حبه لعيبه كده لو في تركيز وجديه طول الوقت والله العظيم يطلعوا يعني بص نتائج مميزه وامكانيات مميزه واداء مبهر يعني. فان شاء الله نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل. يلا